تم قرى منطقة عسير قرية تال ينفع. خلونا نشوف تغطية كاملة عنها والتاريخ والحضارة اللي كانت فيها. القصر اللي خلفي هو قصر عائلة آل حمود شيوخ قبيلة بني مالك شهرة. خلونا القصر ونشوفه من الداخل. تسألون الآن سؤال ليش البيبان كانت مرتفعة وعالية؟ لأن كانت الخيول تدخل من هذا المكان وهذا كان مربط الخيول وكان فوق العائلة تسكن فوق ومربط خيلها كان تحت. شداخات مساحتها عالية جدا يعني تقريبا يمكن أكثر من 5 إلى 7 متر. ومن هنا نبدأ ندخل قصر العائلة آل حمود. عندنا هذا المسجد يعتبر مسجد تمني اللي يعتبر من أقدم مساجد منطقة عسير اللي بني عام 105 للهجرة. بنشوف الآن من الداخل. الآن راح ندخل المسجد ونشوفه. شاء الله تبارك الله. الآن راح ندخل من هنا. المسجد من الجهة الأخرى. يعني المسجد كان مسكر كان يتمنى نحن ندخل لكن ما عندنا. وهذه أطول شداخة يعني يعتبر سراب يكون ناقل ما بين البيوت. شوف كيف مساحته وش طوله. وراح نبدأ نعيش تجربة. تروني ندنق. ما شاء الله تبارك الله. تصميم القرية شيء خرافي وشيء جبار. أهني أهلها وأهني التاريخ والحضارة اللي كانت تسكن في هذه القرية. شوف كيف الجوال بيصقع الآن هنا. لازم أدنق. شوف كيف طول الشداخة. وتوديني إلين وسط القرية. وتكون إيش؟ معمر ما بين المنازل. يعني ها هنا باب هنا باب وتمشي. يعني هو يعتبر زي السبيل. أو ما يسمى مثل إيش؟ بهالجدة الزقاقات. الشداخة طولها يمكن تقريبا أكثر من كيلو وزيادة. لكن هدمت مع الأمطار ومع كل شيء. لكن بتكون هناك في إعادة هيكلة لها من قبل هيئة تطوير عسير وزارة السياحة. وعندنا في هذا المكان وهذا الكوخ الصغير اللي تشوفونه يعتبر أقدم خياط أو من أقدم خياطين المنطقة وخياط الوطن آل ينفع. نشوف الآن من الداخل. وبسم الله ما شاء الله. كان تصميم الخياط كذا من الداخل. يستقبل الزباين من هنا. يخيط لهم في هذا المكان وهنا العدة. هنا العم أحمد بن محمد بن شعبة أحد رجال هذا الوطن على ينفع. أباك تعطينا نبذة بسيطة عن الخياط وعن الوطن على ينفع والأشياء والتضاريس والحضارة اللي تملكها هذا الوطن. الله يحييك ويا مرحبا. بالنسبة للقرية فمثلا ما أنت شايف هي قرية كبيرة واسعة وأهلها كانوا من الناس الطيبين والكرام ومن كل شيء يوجد فيها. وكانت القرية مكتظة بالسكان ولكن الحياة الشيبان الله يرحمهم ذهبوا واللي راحوا مات رحمة الله يرحمهم والشباب ذهبوا للمدارس موظف واللي هو طالب واللي هي القرية يعني خف السكان شوية ولكن الحمد لله في الوقت الحاضر بدأوا يرجعون وبدأ المشروع يتحسن شوية. بالنسبة للدكان هذا كان زمان خياطة مكان خياطة لي أنا وخلي الله يرحمه قلت الله يرحمه رحمة الأبرار سعيد محمد مطوي اسمه معروف. وكنت أنا عمري يمكن من 12 سنة صلى الله إلى 15 سنة ونخيط في الدكان هذا الثياب الدير العسيرية والثياب الموجودة في وقتنا ذاك الوقت. والحمد لله ماشي الحال وتمشي الحال. هذا ريال أبو فصول هذا بثمانية بعشرة كانت تسوى في ذاك الزمن المرشد السياحي خالد المنشط. حن الآن في وسط قرية آل ينفع في الوسط نشوف القرية بالكامل والآن مكتظة بالسياح قبل قدوم الصيف. عاد كيف شكل الصيف؟ الآن راح نشوف الجهة الثانية ونشوف المسجد اللي عندهم كذلك الآخر ثانية من القرية. بسم الله ما شاء الله كم يوضح أمامكم. وهيئة الترفيه وزارة السياحة الآن تهتم فيها. يعني ما شاء الله تبارك الله في هذه القرية وهذا المسجد مغلق. أتمنى أن يكون مفتوح لكن لنا زيارة ثانية له. زي ما أنتم شايفين الآن القرية ما شاء الله تبارك الله. بوريكم الآبارها اللي صراحة يمكن حيرت ناس كثير. حافرين في الجبال حافرين في الصخور البعض ما يصدق هل بانيها الجن أو الإنس. راح نشوف هذا الحين. زي الآن ما أنتم شايفين أحد الآبار شوفوا كيف كلها عبارة عن صخور صماء. ما أدري كيف بنوها بنتها الجن أو الإنس أو أنها كانت قبل وطن آل ينفع. وهذا البير الثاني نفس الشكل. شوفوا هذا يشبه بيت هايدي شبيه منه بيت صغير يمكن مساحته 2x2 أو 2x3. ما شاء الله تبارك الله. المزرعة صغيرة. خلنا نطلع على هذه تكة وتشوفون كيف مساحة الحوش مع الحديقة الصغيرة مع البيت مع دخلة الباب مع الدريشة.